بالعاصرة إلى القاهرة ليلا طائرة عربية خاصة قادمة من روما وعليها روح القديس مرقس. وقد تقدم إلى الطائرة قبطة البابا كيرلس السادس، حيث كان في استقبال قبطته كبار رجال الدين ورؤساء الكنائس الذين وصلوا إلى القاهرة من جميع أنحاء العالم. وسلم القبط الذي رافق الرفات إلى البابا كيرلس الصندوق الذي يحمل رفاق القديس، فقبله وحمله على كتفه ونزل به من الطائرة وصل آلاف الجماهير التي وصل المطار لإصدار رفات القديس مرقس.